FM. الكلمة ليك. نحكيو اليوم في ميديكا على بيان سور الارتفاع تاع ضغط الدم. دكتورة منى السويسي حاضرة بحذايا هوني في الاستوديو باش نحكيو على الموضوع هذا. دونك دكتورة مرحبا بك مرة أخرى. الموضوع اليوم على ارتفاع ضغط الدم التونسيون. تحكي لي شوية على التونسيون والنسبة كيفاش شاسعة الموضوع هذا في تونس خاصة. هو احنا في تونس تعرف عنا برشا أفكار على الأمراض. من المهم أنه نفسروا زوز حاجات قبل ما نعطي ديفينيسيون. أولاً فما ناس يقع عندها الخلط بين فقر الدم وبين ارتفاع ضغط الدم. معناتها يقول لك ساعات أنا عندي فقر الدم دونك ما عنديش تونسيون. لكن فقر الدم هو مربوط بالهيموغلوبين، مربوط بالحديد اللي موجود في الكريات الحمراء، نعرفوه بالتحليل في اللابوراتوار. وبالنسبة لضغط الدم هو نعرفوه بأنه نقيسه الضغط. معناتها ضغط الدم هو قوة ضغط ضخ الدم القلب للدم في الشرايين، قوة الضخ نتاعو. دونك زوز حاجات بعد على بعضهم. اللي عنده فقر الدم مثلا 9 في اللابوراتوار ينجم يكون عنده ارتفاع ضغط الدم، ما عندهمش علاقة ببعضهم. ثم الحاجة الثانية اللي نحكيو ياسر عليها في تونس هي الفاصل الفاصل الفاصل. معناتها يجي يقول لك تقيس التونسيون، يقول نقول له مثلا 12، يقول لي والفاصل. بالنسبة للتونسيون راهي فيها زوز أرقام اللي هي الرقم الأولاني العلوي وإلا الانقباضي وقت ينقبض فيه القلب، والرقم الثاني اللي هو السفلي معناتها اللي هو الانبساطي وقت يرتاح فيه القلب. دونك وقتاش نحكيه على تونسيون، وقتاش إنسان عنده تونسيون، وقت اللي كنجي ونقيسوله نلقاو عنده الضغط الدم أكثر من 14 فما أكثر بالنسبة للرقم العلوي هذايا، والرقم السفلي تلقى 9 فما فوق، إما زوز مع بعضهم طالعين وإلا واحد منهم. وقتها نحكيو على تونسيون. هذا مهم باش نوضحو. فوالا دونك هذا التوضيح اللي حبينا. عندك سؤال ما مثالش تنجم تسأل؟ ديجا هي ما عندهاش كاس تنجم تسأل ولا دونك فوالا تقول انها كيفاش ما عنديش فكره. اها معناتها 14 لا سؤال على الساده المستمعين خاطر ما سمعوش شنو سألت امال. دونك شنو السؤال والاجابه؟ معناتها من 9 يساوي والا لا والا ستريكتومون سوبيريور 9. يلا ترى بالنسبه للناس تسمع فينا راهو سامحوني زوز نساء ما نجمش نتصرف راني. عندك الحق بالنسبه للتونسيون حسب الجمعيات الجمعيات سواء التونسيه ولا العالميه اللي اعطات الديفينيسيون نتاع الهشتيا ما حددتش بالضبط اقل حاجه شنو. نجم نقول لك احسن حاجه انه يكون انسان التونسيون نتاعو بين 12 الفوقانيه و8. لكن اللوطه بالكل معناتها العدد السفلي ما فماش بالضبط ديفينيسيون. هنا نجم تقول انه من الاسباب المباشره السمنة مثلا مستمنه. معناتها تلقى هو السبب بالضبط في الـ في الـ في النوع هذي الاولي مازلنا ما نعرفوهوش. لكن فما 10 15% من الناس اللي عندهم تونسيون يكون عنده اسباب، مثلا امراض الكلى المزمنه. في بعض الاحيان الشريان يتلقى فيه معناتها مخلوق معناتها خلقي، معناتها فما مشكله خلقيه. في بعض الاحيان فما امراض مشكله خلقيه. اش معناها؟ كيما نوع التشوه مثلا كواكتاسيون دو لاورت. تفسر لي شويه خاطر الشريان الاورط تقريبا اسمه بالعربيه. فيه انه يكون معوج شويه ولا فيه ضغط شويه. فهمت؟ خليه بالفرنسي خير احسن برشا كيكا. فما امراض نتاع غدد كيف كيف نجم مثلا الغده الدرقيه، كي نشاط الغده الدرقيه يعطي الليبرتونسيون وهنا النشاط الزائد او زائد نشاطها زائد مش والا جرات درقيه اللي هما لي باراتيرويد. فما الغده اللي فوق الكليوي زاده كان فيها خلل كيف كيف باش تعطي التونسيون. بالنسبه للناس هذوما التونسيون بالنسبه لهم هو عارض من الاعراض. يعني احنا سيطرنا على المرض الاساسي نوليو نسيطروا على التونسيون. هذايا شابيتر اخر هما ماهمش برشا كيما قلت 10 15%. لكن اغلبيه الناس اللي اليوم عندهم تونسيون راهو ما نعرفوش بالضبط الاسباب. هي كيما قلت لك حاجه عائليه والا مرتبطه بالسمنه بالعادات الغذائيه. فما نظام غذاء كامل يلزمنا نحافظوا عليه، بمعنى انه مثلا الرياضه احنا ننصحوا على الاقل 30 دقيقه مشي 5-7 ايام في الجمعه. هذا مهم انه يريق يعدل لنا التونسيون. احنا توانسه ماكلتنا مالحه معناها تقريبا فما معدل 12 جرام ملح
في النهار اللي هو نسبة كبيرة برشا بالنسبة لمريض ضغط الدم، ما يزموش يفوت 5-6 جرامات في النهار. الملح الموجود عندنا سوى في الماكلة، الخبز عندنا ملح برشا، توسكي شاركوتري معناتها السلامي وجبونات وجامبون وكل ملحين. دونك يزمنا نقصوا لو ماكسيموم من الحاجات هذوما الكل. بارسا دكتورة شنو على الإضافة نسمو نزيدوها؟ دونك هذه بالنسبة حكينا على الأنواع، حكينا على حكاية الفاصل. باش نحكيو شوية على التشخيص. التشخيص يصير في جينيرالمون في عيادة الطبيب، معناتها نقيسو التنسيون للمريض، نخليو يرتاح شوية، تقيسلو مرتين على الأقل ولا ثلاث مرات، بين مرة والمرة على الأقل دقيقتين. لكن بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية كان التنسيون ماهيش أكثر من 18 مثلا، عدد كبير برشا، نبداو متحيرين على خاطر فما حاجه في الميتين مهمه اسمها لي في بلوز بلانش، معناتها كي يجي المريض للعياده وحده التنسيون تنجم تطلع له. برشا ناس عندهم الحكايه هذه، دونك ما نجموش نفرقوا هو بالفعل عنده تنسيون ولا لا. وقتها نضطروا انه نعطيه للمريض انه يقيس البرا سواء فارماسي ولا في المستوصف ولا وحده بالماكينه اللي عنده في الدار، ويعطينا على الاقل 3 ايام ولا 5 ايام يقيس 3 مرات في الجمعه، ونعملوا معدل متاعهم، وفي كل مره يقيس فيها تونسيون يزن فما معناتها تفاصيل صغيره انه يرتاح يكون بوزيشن قاعد يرتاح، يقيس مرتين في الصباح وفي الليل، ومثلا نهار الاول من 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 نحسبوش في المعدل، نحسبوا الايامات الاخرين هكا نجم اون كونفير، معناتها خاطر باش تحط مريض وتقول له الساعه اللي انت عندك مرض مزمن طول حياتك باش يقعد معاك، يزن على الاقل تكون متاكد 100% اللي هو عنده تنسيون. دونك الطريقه هذه انه يقيس البرة من عيد الطبيب، والا في بعض الاحيان بعض الناس نجموا حتى هذه في الطبيب المختص معناتها في الامراض القلب والشرايين يعملوا لهم نسميوها احنا اولتير تنسيونيل، معناتها كل ماكينه تقيس له تنسيون 24 ساعه نهار كامل، يروح بها للدار يرقد يقوم كل تقيس له. دونك وقتها نجموا نتاكدوا اللي عنده تنسيون. هذه اول مرحله بالنسبه للمرض هذي. دونك هذي بالنسبة للموضوع اليوم تاع ارتفاع ضغط الدم، كما قلت انت الدكتورة تقريبا قلت 31% هكاك تقريبا 32% فوالا في تونس يعانيو من ارتفاع ضغط الدم، لازم المتابعة ولازم زادا الرقابة وتمشيو للطبيب وتكونتروليو ميم رواحكم في الدار، على خاطر التونسيون تنجم تتقاس في الدار ما تسحقش الطبيب. لكن فما تفصيل صغير بركة بالنسبة للتونسيون تتقاس في الدار، للماكينة اللي نستعملوها باش نقيسوا بها التونسيون لازمها تكون كاليبغي، لازمها تكون معناتها فما عرفت société européenne de l'hypertension artérielle تعطي انواع معينه من الماكينات، معناتها يسوفي باش يشاور الطبيب ويقول له اني الماكينه يستعملها فقط، معناتها اكزاكتومون. بعد الميديكاب نمشيو نحكيو سينما، عندك في سينما دونك غدوة في دار سيباسيان، في دار سيباسيان يعني مركز الثقافة الدولي بالحامات، دونك ثم فيلم باش يعرض غدوة ان شاء الله الدكتورة تعطيني فكرة على الفيلم هكا مساش ولي مخرج اليوم مزيا ليه العمل الثقافي كيف يزم يتبع حياتنا العملية ولا بالنسبة للشباب الكل ندعوهم انه يتفرجوا في فيلم نادي سينما حمامات يقدم غدوة مع الاربعة تاع العشية فيلم ارجنتيني اسمه وايلد تيلز ولا لي نوفو سوفاج، حكايات وحشية. فيلم جميل جدا معناتها بالحق فيلم وحشي مزيان يحكي على الغضب ويحكي على حاجات نعيشوها كل يوم. ما تحرقش الفيلم لا ما تحرقش الفيلم ما عملنا شيء لا لا فيلم مزيان برشا، ندعوكم الكل انه تجيو على خاطر كي تجيو لنادي السينما حمامات نجمو تعملوا دوره ساعه في الثقافي الدولي بالحمامات اللي هو من اجمل المناطق اللي عندنا في تونس الكل في الوطن القبلي، وتنجموا تتفرجوا في فيلم مزيان وتحضروا النقاش وهكا معناتها ديجا قلت لمال باش تمشي يا اخي ما جاوبتنيش. كاب اف ام الكلمه ليك.